أحبائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في رحلة جديدة من برنامج صوت حبيبي. الحقيقة النهاردة هنبتدي رحلة جديدة لمعلمنا بولس الرسول، ورسالة متميزة جدا، رسالة كتبها لمدينة صغيرة في آسيا الصغرى. المدينة دي كانت على نهر اسمه نهر لايكوس، وكان عندها مشكلتين كبار جدا. المشكلة الأولانية هي مشكلة التهود، الناس عايزين يرجعوا بالأفكار المسيحية لفكر اليهود تاني. مشكلة كبيرة التانية مشكلة الغنوصية، وهي بعض الفلسفات الغريبة. خدم في المدينة دي واحد اسمه أبيفروديتس أو أبيفراس، ولكن لقى إن في مشكلة وكان محتاج لقوة ومعونة من بولس الرسول. فعلا بولس الرسول كتب الرسالة على يد أبيفراس لأهل كلوسي، وقال لهم حاجات جميلة جدا، زي ما احنا متعودين نتمتع مع تأملات أبينا الحبيب سيدنا نيافت الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان. أهلا بنيافتك يا سيدي. أهلا بيك أبونا. في الحقيقة صوت حبيب النهاردة هنبتدي رحلة جديدة، وهي رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كلوسي. عايزين نيافتك تدينا فكرة عن الرسالة وعن المدينة. الحقيقة برضو دي نقطة مهمة قوي، إن احنا نبقى عارفين إن مدينة كلوسي هي جزء من منطقة اسمها آسيا الصغرى، وهي حاليا اللي هي دولة تركيا. المدينة الكبيرة هي مدينة أفسس، وحواليها مدن صغيرة، وهي برضو المدن اللي كان يوحنا الرائي كتب لهم السبع رسائل في سفر الرؤيا. إذن هي مدينة جزء من منطقة اسمها آسيا الصغرى، المدينة دي تمتاز إن فيها تجارة أخشاب، وبالتالي لما بتبقى مدينة تجارية بتبقى الحالة المادية فيها مرتفعة. وعلى ما يبدو واضح من الرسالة إن بولس ما زارش المدينة بنفسه، لكن سمع أخبار إيمان الناس عن طريق أبيفروديتس لما جه كلمه عن هذه المدينة. سيدنا، إحنا بنلاقي إن في فكرتين كبار أو مشكلتين، هي مشكلة التهود والغنوصية. عايزين يفتك تدينا يعني إيه هو التهود، وليه اليهود كانوا نفسهم يرجعونا تاني لبعض الأفكار اليهودية اللي جه سيد المسيح وقال يعني لازم إن إحنا نعبد الله بالروح. كان عندهم فكرة مهمة جدا بتقول اللي عايز يقبل المسيح يسوع لازم يعدي على اليهودية الأول، وبالتالي لازم كل إنسان يقبل اليهودية يختتن، يقدم ذبائح، يبتدي يسلك كيهودي، ومن اليهودية يعبر إلى المسيح. حقيقة بولس الرسول كان عنده رأي مختلف تماما، قال إحنا كيهود ما قدرناش إن إحنا نحمل نير الناموس، وهذا النير كان نير صعب، فبالتالي لا نثقل على أحد أنه يحمل هذا النير، يستطيع أنه ينتقل من الوثنية للمسيحية مباشرة. كان بولس وبرنابا في هذا الرأي، والموضوع ده عمل مؤتمر، يمكن هو أول مجمع اسمه مجمع أورشليم في أعمال الرسل 15، يمكن دي أول مرة تجتمع الكنيسة كلها، وابتدوا يتناقشوا في هذا الموضوع. طبعا بولس وبرنابا كانوا مع دخول المسيحيين على طول من الوثنية للمسيحية، كان بطرس الرسول نفس الكلام، كان يعقوب الرسول نفس الكلام، وبالتالي قال لك رأى الروح القدس ونحن ألا نثقل على أحد من الداخلين إلى المسيحية أنه يحمل نير الناموس. بالتالي الإنسان اليهودي اللي يعني ينتقل إلى المسيحية ده شيء يعني إيه، هو أساسا كان يهودي، لكن ما نفرضش على الإنسان الأممي أنه يتهود أولا. كانت النقطة دي هي النقطة المحورية اللي بولس الرسول قابلها في أماكن كثير واتكلم عنها في رسائل كتير. هل مثلا ده سيدنا نتيجة أن اليهودي شايف دايما نفسه أنه هو أعلى من البشر،
وصعب عليه انه يشوف واحد اممي بقى هو يعني هو واليهودي بقى في ثانيه هما الاثنين زي بعض مسيحيين. دي اولا نقطه يعني نقدر نقول برضو انها عرقيه شويه. نقدر نقول ان هو كان عايز كل الناس يعني ايه تدوق نير الناموس الاول قبل ما تخش للمسيح، يشوفوا اللي احنا شفناه يعني. يعني حاجه زي كده يعني. لكن النقطه الحلوه ايه؟ ان في المسيح يسوع لا يهودي ولا يوناني. هي دي بقى النقطه الحلوه. المسيح بالصليب وحد السمائيين بالارض ووحد الأمم مع اليهود، وبالتالي الكل صار واحدا في المسيح يسوع. سيدنا عندنا نقطة تانية هي نقطة الغنوصية، وهي بعض الأفكار الفلسفية الغريبة عن المسيحية، زي الناس اللي احتقرت الزواج والمال وعبدوا ملائكة. برضو ممكن نلاقي في كل عصر بعض الفلسفات الجديدة، فإزاي الكنيسة بتقاوم حاجة زي كده وقاومت الأفكار الغنوصية دي؟ أولا لازم نعرف الكلمة غنوصية جاية من كلمة جنوسس، المعرفة. والمعرفة هم بيعتمدوا في فلسفتهم إن اللي بيعرف أكتر يقدر يوصل لله أكتر. إذن الوصول على الله، الوصول إلى الله يتوقف على إن أنا بنمو في المعرفة. معرفة عقلية. هي دي النقطة اللي كان بيحاربها بولس الرسول. لا، إحنا عشان نعرف المسيح هو اللي بيعلن ذاته. يعني إذن المجهود أساساً أن الله هو الذي يعلن لنا ذاته، وإحنا بنعرف الله في المسيح يسوع، وفي المسيحية هي المعرفة الحقيقية. وبالتالي بقى كان عندهم نوعين من البشر، نوع الذين يعرفون، ودي طبقة اللي هي الطبقة الخاصة، ونوع بقية الشعب. كان دول لهم معرفة خاصة محدش يعرفها غيرهم، عشان هم اللي يتحكموا في هذه الفلسفة. الحقيقة الفلسفة دي يعني يمكن قعدت القرن الأول والتاني ويمكن لحد نص التالت كانت الكنيسة تقاوم هذه الهرطقة، لأن هي محاولة للوصول لله بمجهودنا الشخصي، وهذا لن يحدث. الوصول إلى الله هو بنعمة الله، بإعلانات الله، هي اللي بتعرفنا نحن البشر من هو الله. زي دما ولحما لم يعلن لك، ولكن أبي الذي في السماوات. أبي الذي في السماوات. في الحقيقة سيدنا في رسالة كولوسي نلاقي نقطتين، يعني بولس الرسول يمكن بيستخدمهم دايما، إن هو يبتدي في الرسالة يقول من هو المسيح له المجد، كجزء عقيدي ورسالة يعني فيها جزء بيتكلم عن العقيدة. بعد كده بيتكلم عن تطبيقات في حياتنا، وإزاي نعمل كده، وكيف نحيا بالمسيح أو نحيا في المسيح. فيعني لو قسمنا الرسالة للجزئين دول نقول يا سيد. بص، أنا أحب أقول لك دايما إن في حاجة اسمها بصمة الكاتب. أي كاتب بيكتب له بصمة معينة. بولس الرسول له هذه البصمة تقريبا في كل رسائله، إنه بيبتدي الأول بعقيدة مسيحية، وبعدين بيتكلم عن مشكلة كنسية، وبعدين بيتكلم عن الحياة المسيحية. بيبتدي الأول بالعقيدة، وأحيانا بيبقى الجزء الأولاني من رسالة بولس الرسول بيبقى صعب شوية، لأنه بيتكلم في نقطة عقيدية مهمة جدا فيها أشياء عسرة الفهم، يعني زي معلمنا بطرس، زي بطرس الرسول ما قال. الرسول قال كده يعني. وبعدين بيتكلم عن مشكلة هذه الكنيسة والحل، زي ما أنت قلت مشكلة التهود والغنوصية. وبعدين بيتكلم عن تطبيقات مسيحية بقى، إزاي نعيش حياتنا في المسيح. حقيقة الجزء العقيدي هنا بيتكلم عن المسيح الذي هو رأس الكنيسة. المسيح هو رأس الكنيسة، وبالتالي كلنا مرتبطين بالرأس، كلنا بننمو من خلال الرأس، كلنا بنتحرك ونوجد من خلال الرأس، وأصبح الرأس هو إحنا جسد المسيح، وهو الرأس الذي يتحكم أو الذي يقود الكنيسة كلها. وبعدين بعديها هتلاقي مشكلة التهود ومشكلة الغنوصية، وبعدين هتلاقي شوية وصايا حلوة جدا جدا في الآخر بنقدر نعتبرها زي ما بيقولوا كده قانون حياة المسيحية. تمام يا سيد، نبتدي ناخد أول إصحاح وأول آية. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ إلى القديسين في كولوسي. يعني بولس الرسول النظرة الإيجابية اللي أنا أشوف بيها المخدوم وأشوف بيها الناس اللي عندهم مشاكل. يعني هو إحنا عارفين إن البلد فيها مشاكل، أيوة. لكن إزاي بولس الرسول يدعوهم قديسين، وإزاي أنا أشوف الناس كلها قديسين، وإزاي أشوف كخادم المخدومين كقديسين وأنا عارف إن في مشاكل.
برضو هي في نظرة معينة احنا بنبص على الناس لوحدهم، هنشوف التقصير، هنشوف المشاكل زي ما انت بتقول، هنشوف حاجات كتير يمكن عينينا تلقطها بسهولة جدا، لكن المفروض ان احنا بنشوف المخدوم من خلال المسيح. مش هو قال كده كل ما فعلتموه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم؟ وبالتالي أنا بشوف الكنيسة كلها من خلال المسيح. ممكن يبقى في أعضاء معينة بتجاهد في موضوع معين، ممكن يبقى في أعضاء تانية بتجاهد في موضوع تاني، ده طبيعي أن الكنيسة هي كنيسة مجاهدة. وبالتالي أنا دايما بشوف نص الكوباية المليان. أنا عارف أن في مشاكل، عارف أن في نقط ضعف، عارف أن في خطايا معينة، وهو نفسه هيقول مش هيكذب، لكن بيشوف المنظور العام من خلال المسيح أن هذا هو جسد المسيح، أنا مؤتمن على هذا الجسد. عشان كده بيقول لك رسول يسوع المسيح اللي بعته يسوع المسيح عشان يخدمكم ويغسل رجليكم. وكأن الله القدوس يريد أن يعني كل الناس تبقى قدسين. قدسين، وكلمة قدسين ممكن نقول مثلا أن هم مكرسين لله ومخصصين لله. يكمل سيدنا ويقول نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. يعني فكرة أن هو يقول من الله أبينا والرب يسوع المسيح، هنا هو دايما، ودي موجودة في كل الصيغ اللي بيكتبها بولس الرسول، تحس انه دايما بيهتم بالصيغة، بيسموها الصيغة الثالوثية، بيذكر الثالوث. فبيقول ان الله من محبة الله الآب من محبته أرسل ربنا يسوع المسيح. فبالتالي أنا ببعت لكم نعمة، ببعت لكم سلام، بس مش من عندي، عشان ما حدش يفهمني غلط، أنا باعت من عند الله الآب وابنه يسوع المسيح. النقطة دي هي نقطة يمكن إحنا ما بنستخدمهاش كتير، إن إحنا نبعت أو نتكلم أو نصلي للثالوث القدوس، فبتبقى الصلاة موجهة للآب باسم ربنا يسوع المسيح، أو موجهة للابن باسم الله الآب. وده واضح في القداديس، لو تاخد بالك إحنا عندنا القداس الباسيلي والقداس الكرولوسي الاثنين موجهين لله الآب، عندنا القداس الغريغوري موجه لله الابن. وبالتالي الصلاة الثالوثية دي واضحة جدا عند بولس الرسول، وكأنه هو بيقول النعمة والسلام وما نحصل عليه من نعم هيكون بإرادة الله الآب وابنه يسوع المسيح وفداء الابن ونعمة الروح القدس ومن خلال الابن. فكل نعمة لينا هي عن طريق الثالوث، إرادة الآب وفداء الابن ونعمة الروح القدس. سيدنا بالرغم من الرسالة دي، زي ما نيافتك وضحت لنا قبل كده ان الرسالة دي من ضمن 4 رسائل كتبهم في السجن، ولكن برضو نلاقي بولس الرسول يقول نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجله. نشكر. البداية دايما عند بولس الرسول الشكر، وحياة الشكر دي في حد ذاتها بتخلي الإنسان يعيش مع ربنا حتى لو وسط الألام. فمرة كنت بتكلم مع مجموعة أطفال صغيرين، قلت لهم في حاجة اسمها مغارة علي بابا، وبتتفتح ازاي؟ أولاد كلهم قالوا كلمتين، افتح يا سمسم. قلت لهم ربنا عنده مغارة كلها مراحم، كلها غفران، كلها عطايا، كلها بركات. لو أنا عايز أخش المغارة دي برضو بكلمتين، لو قلت له أشكرك يا رب. إذن الشكر أثناء الضيقة هو أعلى مراتب الشكر اللي ممكن الإنسان يستخدم في هذه اللغة، لغة الشكر. ما تضايقش مني، أكتر لغة إحنا بنستخدمها لله يعني هي لغة الطلبات، عايز وعايز وعايز، أو لغة التذمر، ليه عملت كده وليه ما عملتش كده. في حين أن اللغة الحقيقية اللي تجيب مراحم ربنا وتزود بركات و و و هي لغة الشكر. حتى صلاة الشكر الكنيسة قالت لنا كده، أول صفحة أبانا الذي، تاني صفحة صلاة الشكر. حتى في الجناس، في أي حاجة. استمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين. احنا عارفين يا سيدنا أن الصوت بيسمع، لكن هل الإيمان ليه صوت ويسمع؟ برضو سمعنا دي من الكلمات اللي بتقول لي أو تديني إيحاء أن بولس مش هو اللي راح بشر في هذا المكان، لكن هو سمع بودانه. الإيمان يسمع طبعا، إلى كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة. ده الإيمان يسمع بحياة معاشة،
كل الناس بتسمع وكل الناس بتشوف. ودي نقطة لازم نبقى فاهمينها، أن الإيمان الحقيقي هو الإيمان الذي يسمع بالنظر مش بيسمع بالودن. لا، أنت بتسمع مجرد أن أنت بتشوف واحد عنده هذا الإيمان، بتشوف واحد عنده هذه النعمة، بتحس بيها من أول ما تشوفه. يعني يمكن كتير قوي ما شافش أبونا بشوي كامل، لكن ما زلنا نسمع عن محبته وخدمته ونسمع عن الأنبا أنطونيوس وجهاده وإيمانه القوي. لكن إحنا سيدنا زي ما نيافتك بتقول، حتى لو في ناس كتيرة إحنا ما شفناهاش بالعين، لكن شفنا أولادهم اللي طلعوا حلوين، شفنا الرهبنة من خلال أنبا أنطونيوس. والله لا يترك نفسه ولا شاهد في كل العصور. سيدنا بيقول لنا كده: من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. وأظن الذي سمعتم به قبلا دي عن طريق بفراس يعني بيوضح، فبيقول لنا الذي قد حضر إليكم كما في العالم أيضا. نقطة الرجاء خد بالك دايما بيبقى بولس الرسول بيأكد على الثلاثة: محبة وإيمان ورجاء ومحبة. فهنا هو بيقول إيمانكم اتسمع في كل مكان، ولكم رجاء في المسيح يسوع، ولكم محبة لكل الناس اللي حواليكم. التلاتة دول واضح ان هنا يعني هو بيأكد على ان التلاتة دول موجودين في هذه المدينة او في المؤمنين بتوع المدينة. ودي حاجة مفرحة جدا. ليه؟ لان وجود الإيمان والرجاء والمحبة هو دليل على وجود المسيح في وسطيهم. وهو حتى بيقول أنا ما شفتش أو لسه ما رحت ملكوش أو لسه ما زرتكوش، لكن سمعت. ودي حاجة تفرحوا إن إحنا عندنا عايشين على رجاء وجود المسيح. يقول لك المسيح فيكم رجاء المجد، المسيح فيكم رجاء المجد. ودي نقطة يمكن إحنا هنا في الزمن الحالي هتلاقي إن برضو الإيمان تلاقيه شوية مهزوز، المحبة بقت ضعيفة جدا، ترمومتر المحبة في النازل. هتلاقي الرجاء في المسيح يقول لك الرجاء في الحاجة اللي أنا أشوفها، أنا مش عايز أحرجه إيه اللي أنا مش شايفه. فأصبحت التلاتة دول في هذا الزمان في علامة استفهام كبيرة، علامة استفهام كبيرة. هل إحنا فعلا عندنا إيمان؟ هل إحنا فعلا عندنا رجاء في المسيح؟ هل إحنا فعلا لنا المحبة التي تحتمل الكل حوالينا؟ حط علامة استفهام ومش هقدر أتكلم أكتر من كده. سيدنا بيقول كده: وهو مثمر كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة. في الحقيقة إحنا يعني عايزين نعرف الفرق بين سماع كلمة الله والمعرفة اللي فيها اختبار وتلذذ، لأن هو بيوضح جدا يقول عرفتم نعمة الله بالحقيقة. الموضوع مش سمعنا أخبار، لكن كمان دلوقتي فيه علاقة فيها اختبارية وفيها معرفة اختبارية بالمسيح. هنا خد بالك هو بيشاور على الغنوصية من بعيد، ان احنا عرفنا نعمة الله، مش احنا اللي هنعرف بمعرفتنا هنوصل لله. لا، هي نعمة ربنا اللي هتعرفنا وحننمو في النعمة بعد كده. هنا بيشاور على حاجة مهمة قوي، ان الرجاء ده مثمر. خد بالك الرجاء المثمر هو الرجاء في المسيح الذي يقيمنا من موت الخطية. الرجاء المثمر هو الرجاء اللي بيعطينا إيمان قوي ويعطينا محبة تحتمل الكل. الرجاء مثمر. إحنا هنا يمكن في الزمن اللي إحنا فيه ده الثمر بقى قليل، والناس تحس كده إن هي الرجاء بيقل، وزي ما قلت الترمومتر المحبة بيقل. الدنيا دي محتاج ان احنا نفهم ان الايمان والرجاء والمحبة هم دول اللي بيدونا ثمر من خلال الروح القدس، من خلال نعمة ربنا. وبالتالي يصبح الانسان له الرجاء المثمر، المثمر في المسيح. هي دي النقطة اللي انا يعني متضايق مننا او متضايق من الوضع الحالي، ان احنا عندنا بقى الاثمار ضعيف، الثمر ضعيف. تلاقي في مجهود كتير لكن مفيش عمق، مفيش صلاة في المخدع هي اللي تخلي هذا الايمان وهذا الرجاء يبقى مثمر للمسيح. انا شايف ان الآية دي مهمة قوي، الرجاء المثمر. المثمر يعني فيه ثمر.
سيدنا، طيب يعني احنا عايزين نعلي الترمومتر شوية وعايزين نرفع التلاتة، الرجاء والإيمان والمحبة، لأن زي ما نيافتك بتقول احنا كلنا بنحاول نقرأ في الكتاب المقدس، بس يمكن ما فيش معرفة اختبارية قوية. كلنا بنحاول ان احنا نصلي في وسط مشغوليات العالم، يعني عايزين بقى روشتة صغيرة كده نختم بيها حلقتنا علشان نسمع صوت حبيبي يزود ترمومتر المحبة والرجاء والإيمان. أنا هقول نقطة واحدة بس، ادي ربنا وقت كل يوم، ادي ربنا وقت في إنجيل أو في صلاة أو في إشبية أو في مزامير، ادي له وقت. كل ما هتقرب منه خطوة هيقرب هو مسافات معك، كل ما هتبتدي تعمق حياتك معاه هو هيديك غنى لا يوصف، يقول لك الذي يعطي الجميع ولا يعير. الإنجيل يبقى على مهلك، الصلاة في المزامير تبقى على مهلك، اديله وقت عشان يبقى فيه عمق ويبقى فيه ثمر. بنشكر نيافتك سيدنا في نهاية حلقتنا النهاردة، وبندعو أحبائنا المشاهدين إن احنا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كلوسي، ونتابع مع سيدنا التأملات الجميلة، وناخد يعني التدريب بتاع النهاردة، تدريب صوت حبيبي العمق. احنا كلنا بنحاول ندي ربنا وقت، بس سيدنا بيقول لما نيجي نصلي يبقى الصلاة فيها تركيز وفيها عبادة الله مش بالشفتين، ولكن عبادة الله بالعقل والقلب والروح. نحاول ان احنا نفهم كلام الكتاب المقدس لكي ما يكون لنا عمق. نشكر نيافتك سيدنا على محبتك، وحبانا المشاهدين بنعمة ربنا نتقابل في حلقات جديدة من برنامج صوت حبيبي.